لخبر يخص كرة اليد، ولكن نجمتنا ويعني أقول إيه بس يعني أسطورتنا في كرة اليد مروة عيد عبد الملك المحترفة في نادي نيس الفرنسي فازت بلقب هدافة الدوري الفرنسي لكرة اليد سيدات برصيد 143 هدف في 22 ماتش بمتوسط 6.5 هدف للمباراة، وده رقم كبير أو يعني متوسط أفريج كبير. وكان نادي نيس الفرنسي أعلن تجديده أو تجديد تعاقده مع نجمتنا نجمة منتخب الوطني بعقد يتجدد لثلاث سنوات قادمة. مروة للأسف كانت صابت في نهاية الموسم وعملت عملية وهي دلوقتي في مرحلة التأهيل، وعشان نبارك لها ونطمن عليها معانا مروة عيد عبد الملك نجمتنا من فرنسا. أهلا بيك يا مروة. كابتن هيثم ازي حضرتك، عامل ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله. في البدايه طبعا بقول لك الف مليون سلامه، يعني طمنينا على حالتك الصحيه، العمليه اخبارها ايه، التاهيل اخباره ايه؟ والله الله يسلمك. اول حاجه بس انا متشرفش ان انا موجوده مع حضرتك النهارده ومرسي جدا ان انت عم تقدمك كده ده. كان عملت العمليه يوم 3/5، كان عندي قطع في الغضروف وهو الحمد لله رب العالمين يعني مكمله في العلاج الطبيعي بتاعي واحده واحده كده الحمد لله، يعني الواحد ان شاء الله تقدم الحمد لله. الحمد لله وكويس، يعني الحمد لله انه يعني دلوقتي اوف سيزون تلحقي تعملي ريكفر نفسك، والحمد لله برضو ما خسرتيش حاجه في الموسم، يعني الف مليون مبروك لقب الهداف، يعني الحمد لله ان يعني ربنا قدر ولطف. الحمد لله والله الحمد لله كابتن هيثم. يمكن انا فاتني بس اخر اربع ماتشات في الدوري، لكن الحمد لله برضو حتى يعني انا لعبت 22 ماتش بس الحمد لله ربنا كرمني قدرت اخد الهداف. الحمد لله ان الاصابه جت في اخر الموسم خالص. لا ثانيه واحده، ثانيه واحده مروه، يعني انت لعبتي مروه ثانيه واحده، انت لعبتي 22 من اصل 26، يعني لعبت الدوري ناقص اربع مباريات بالظبط، ومع ذلك انت خدت هدف لقب الهداف بالظبط. ما شاء الله. طيب بالظبط الحمد لله رب العالمين. دي حاجه جميله جدا على فكره، وده يؤكد ان انت كنت فارقه عن اللي وراكي بفتره يعني بفرق اهداف كبير. كنت فارقه عن اللي ورايا بحوالي 22 هدف او 23 هدف، والحمد لله قدرت احافظ على الفرق دوت لحد اخر الموسم الحمد لله رب العالمين. فده كان كرم من ربنا، يعني قدام الصف ما قدرتش اكمل الموسم بس ربنا سبحانه وتعالى حب يكافئني ان انا اخد هداف الدوري الحمد لله رب العالمين. يعني انت عارفه مروه لو كنت انت بالمعدل اللي انت بتهدفي بيه 6.5 هدف في المباراه كنت توصلي الرصيد حوالي حطي على 143 هدف تحطي 26 هدف كمان، يعني كنت ممكن توصلي القرب ال 170 هدف في الدوري، وده رقم كبير ما شاء الله لولا الاصابه. دي حقيقه فعلا، دي حقيقه، بس الواحد دايما بيقول الحمد لله رب العالمين، يعني الاصابه جت برضه الحمد لله حوالي 3-4 شهور ماكسيمم، فالحمد لله فعلا زي حضرتك قلت فعلا مكانها بقى نفسي طبعا ان انا اجيب احرز اهداف اكتر، بس الحمد لله الخير فيما اختاره الله يعني. فالحمد لله الواحد راضي يعني، فما فيش كده الحمد لله رب العالمين يعني. طب وليه يا مروه انت هتعملي التاهيل كله عندك في فرنسا ولا ممكن تكملي التاهيل هنا في مصر في اجازه او حاجه كده؟ انا دلوقتي بكمل التاهيل بتاعي في فرنسا من بعد العمليه من يوم 3/5 لحد دلوقتي، لكن هرجع ان شاء الله باذن الله على نص 6 كده، هرجع اكمل بقيه التاهيل بتاعي في مصر باذن الله واكمل اجازتي في مصر، وبعدين هشوف بقى بعد ما اعمل رنين كده في نص 6 هعرف باذن الله رب العالمين ابدا الجري امتى وابدا بقى المرحله الثانيه من العلاج الطبيعي، بس باذن الله هرجع اكمل مرحله العلاج الطبيعي بتاعي في مصر. طب مروه انت يعني مشجعه درجه ثالثه زي حالتنا كده، عامله ايه النهارده في ليله الماتش، ليله ماتش نهائي افريقيا بكره ان شاء الله، انت يعني كلمينا عن 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 طقوسك لمباراه بكره. والله الموضوع صعب جدا جدا يعني، مش قادر احكي لك يعني، الواحد متوتر بس في نفس الوقت الاهلي عودنا دايما ان هو في المواقف الصعبه بتلاقيه واقف يعني فاهم، واقف زي الباب زي ما بيقولوا، فماتش صعب جدا جدا، ماتش ملوش كتابات، ماتش فاينل في ثاني دقيقه، فلازم نكون حاضرين ذهنيا كلنا المنظومه كلها، انا بقول كلنا يعني كلنا المنظومه كلها، ما فيش في ايدينا اي حاجه غير ان احنا ندعي وان شاء الله يكون التوفيق من ناصرنا ويكون رجالتنا اللي احنا مبسوطين فيها، بيتس والشناوي وقفشه والناس كلها، كل الرجاله اللي موجوده اي 11 هيلعبوا يقدروا ان شاء الله يشرفوا النادي الاهلي ويقدروا ان شاء الله باذن الله يحضروا ان شاء الله يحرزوا لقب ال 11 باذن الله رب العالمين. بتهيألي يا مروه لو كنت يعني سليمه ما كانش في اصابه او حاجه كنت هتطير على المغرب صح؟ طبعا والله العظيم ما فيهاش كلام يعني، للاسف عندي جلسات، عندي علاج طبيعي وما فيش نصيب يعني، ما فيش حاولت والله بس ما فيش نصيب خالص، لكن ان شاء الله تبقى مكافاه كبيره ليا وتبقى ختام موسم بالنسبه لي انا بس مش وبالنسبه لكل الاهلاويه، ان شاء الله باذن رب العالمين ناخد بطوله افريقيا لتاني سنه على التوالي باذن الله رب العالمين، يبقى ريكورد ما احفظش افريقيا كلها ان شاء الله. ان شاء الله نكسب بكره ونكلمك ونحتفل معاكي، ولما ترجعي ان شاء الله في اجازه مصر
هتشرفينا ونحتفل مع بعض باذن الله بالبطوله ال11. مروه اللهم امين. اللهم امين. مروه بشكرك شكرا جزيلا. مروه عيد عبد الملك نجمتنا المحترفه في نيس الفرنسي، بشكرك شكرا جزيلا، كانت معانا عبر الهاتف من فرنسا، اللي احنا بنقول لها طبعا الف مليون مبروك عشان فازت بلقب هدافه الدوري الفرنسي برصيد 143 هدف في 22 مباراه من اصل 26، لانها اتصابت ما لعبتش 4 مباريات، فده بيدل على تفوق الحقيقه مروه بشكل كبير. واللي بنقول لها كمان الف سلامه عشان هي عملت عمليه بتتاهل، ان شاء الله ربنا يكرمها وترجع افضل من الاول، انها تستحق، وهي من احد اساطير ونجمات النادي الاهلي على مدار التاريخ في كل الالعاب الحقيقه.